لما يحصل مشكلة نعمل نفس الدوشة بالظبط على الولاد دول، قاعدين نعفيهم دول ولادنا، حرام عليكم شاضين عقلكم. نقول الاثنين ونطلب التكافؤ والعدالة من صانع القرار، نفس الوقت بنضغط عليه عشان يبقى القرار. احنا حضرنا قبل كده وحضرنا في امتحانات ولا سنة في الدبلومات الفنية وعرضنا قانون الغش، ومع ذلك الولاد الغش، ومع ذلك الكبار بيضغطوا علينا عشان نشيل القرار. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إحنا مش هنسيب القرار، لما حد بيغش هنعاقبه كما جاء في القانون، ولن نخضع لوسائل الضغط على الاستاء. في وسائل خلاص حفظناها، عندنا مشكلة إن شاء الله 10 تلفاظ، هنعمل استغاثة لرئيس الجمهورية، وهنعمل هاشتاج، وهنعمل استغاثة لرئيس الوزراء، وهنمشي في الشارع، وهنيجي قدام باب الوزارة، وهنكلم النواب، كل الناس دي هتضغط علينا كأن إحنا المذنبين. لا، في الحالة دي هو المذنب مش إحنا. احنا بنطبق القانون، واحنا اعذر ايه من انكر في قانون في دوله لما طالب يشير للمتحامي ما يصحش حد يجي يشدده، ولما واحد يعمل غش متطابق ما حدش كبير يجي هنا يضيع وقتنا ويشدده برضه، لان احنا هنطبق القانون. الكلام وصل، والا ما يبقاش في عداله، لان انا ما طبقش القانون هتلوموني انا بقى، صح؟ ما نقدرش نطلب الاثنين يا جماعه. فالوجه رسالة لمن يأتي إلينا عشان يشيل تطبيق القانون، لا إحنا هنطبق القانون. ومستعدين نواجه اللي عنده تظلم وعاوز يرفع قضية ويعتقد إن إحنا ما طبقناهوش مظبوط. حالات الغش السنة دي 1912، عشان كده أنا شكرت الشؤون القانونية. في الغاء كلي 75، في حرمان عام 177، في تطابق في الاجابات 390، في شغب وغش 393، في حيازه وتنزيه ومخالفات، حاجات كتير جدا. كثيرا بنتكلم في الموضوع ده، وانا بقول لكم هي مشكله اجتماعيه اكثر من هي مشكله اداره الغاء. فبدل من الكبار اللي بيجوا يقولوا لنا يبقى الولد داخل بالتليفون ومصور الامتحان ونشروا على جميع المواقع كانه مفيش دوله، هل ابوه يجي يطلب مني اشيل العقوبه ولا هو يروح لولد بقى يحصل تقويمه؟ مين الافضل هنا؟ معلش بنحب نواجه الحاجه زي ما هي. والساده النواب لو سمحتوا ما تطلبوش مننا حاجات من هذا النوع، لان القانون واضح وعندنا الورق، ما بنعملش كده. ما نقول تطابق اجابات يعني احنا عندنا في المخزن الاجابات المتطابقه. وبعدين لما توصل في بعض الاحيان الى ضرب الساده المعلمين لمحاضر مسجله في الجامعه الداخليه، احنا وظيفتنا نحمي الساده المعلمين وهنكرم الساده المعلمين اللي تم الاعتداء عليهم. فقلنا الكلام ده مره واثنين وثلاثه ويظل الولاد بتغش، ولما تاخد السنتين عقوبه تيجي تعيط هنا وتجيب كل الناس تعمل علينا الضغط.